Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman lidunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزب بين أحصى ما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لهم ربهم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وَقَدْ شَمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيهم بالوسيد لو انطلقت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم ربا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربهم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فآمن بلياتكم برزق منه وليتلطا ولا يشعرن بكم أهدا. إنهم إن يسهروا عليكم يرجموكم أو يؤيدكم في ملتهم ولن تمنحوا إذا أبدا. وكذلك أشرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقولوا بنوا عليهم
رابعهم كلبهم ويقوم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أنا بإدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تلفت تستفتي فيهم منهم أهدا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واجبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل لكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا ويغاثوا بماء كالمهل يغلي الوجوه بئس الشراب ساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حجرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وربطناها بنار وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأزر نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنة ربك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك
أرسل عليهم غضبانا من السماء أتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له بعدو ينصرونه من دون الليماء وما كان منتصرا ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح صخيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الملك والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض بازرة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أسرها ووجدوا ما أمنوا حاضرا ولا يلم بربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق من عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا ألقى أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وترى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إنا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم
wa in tad'uhum ilal huda falayantadu iza abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidzuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adzab bal lahum maw'idun yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura alam lahum lamma zalamu wa ja'alna limalikihim maw'ida wa iqala Musa lifatah la abraha hatta balugha majma'al bahraini aw amdiya quba falamma balagha majma'a bainihima nasiya huma fattakhadha sabilahu fil bahri saruba فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَرِّ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا وَوَجَدَا أَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ Wa aradna ayyuba
يبدل أمرهم خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويسترجا كنزهما رحمة من ربه وما فعلت عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سألتم عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأنبى سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قولا قلنا يا ذا القرنين إما أن نعذب وإما أن ننتقد فيهم هدنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونه سترا وكذلك وقد أحاطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا ما ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدما كلما مكني فيه رب خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أور عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال أنذر رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وترمنا بعدهم يومئذ يموج في بدم ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في رضا عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن ينتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بأبصارنا أملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وعملوا صالحاً آمنوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها
Ya Maryam, laqad jinna shay'an kariyan.
ya ustaz.